موجز الأخبار من قناة طيبة، أهلا بكم. قال المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العميد الطاهر أبو هاجة إن أي تفكير لممارسة الحكم والتمكين من خلال الفترة الانتقالية يعتبر سباحة عكس التيار، وأكد أن المكون العسكري بقيادة القائد العام الفريق أو الركن عبد الفتاح البرهان ذاهد في السلطة وحريص على الانتقال السلمي السلس، وأن القوات المسلحة والمنظومة الأمنية كلها مؤمنة بسودان حر ديمقراطي. استقبلت اللجنة الأمنية وممثلي الجهات المختصة بولاية البحر الأحمر فوجا من قوات الدعم السريع قادمة لإسناد القوات المشتركة في تحقيق الأمن وبسط هيبة الدولة، وذلك في إطار الخطة الأمنية لمنطقة البحر الأحمر. وقال قائد قوات الإسناد موسى عبودة أن نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو شدد على ضرورة أن تنعم ولاية البحر الأحمر بالأمن والاستقرار. قالت التنسيقية العليا للمفصولين تعسفيا أن وزارة الخارجية تنتهج أسلوب المماطلة في تنفيذ حكم المحكمة العليا لصالح 15 سفيرا، وذلك لشراء الوقت. وبحسب بيان صادر عن التنسيقية فقد التزمت كل الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى بتنفيذ الأحكام القضائية المماثلة لصالح منسوبيها وإعادتهم للخدمة ومنحهم حقوقهم. وطالبت التنسيقية بإبطال كل قرارات لجنة التمكين فيما يتصل بفصل العاملين في مؤسسات الدولة لإنصاف المتضررين دون مزيد من التأخير. أعلنت لجنة المغتربين المتضررين من إلقاء الدولار الجمركي الدخول في اعتصام أمام وزارة المالية يوم الأحد المقبل، ودعت المغتربين لوقف جميع التحويلات البنكية. وقالت اللجنة في بيان لها إن الخطوة تأتي على خلفية الإجراءات التعسفية التي اتخذتها وزارة المالية تجاه كافة المغتربين وبالتعاون مع إدارة الجمارك والموانئ وتحت أنظار شؤون المغتربين. ودعت اللجنة كافة المغتربين في كل الدول لتنظيم الصفوف وإقامة نقابة قوية في مواجهة الظلم الذي يقع عليهم. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.